أهلا بكم جميعا في سلسلة تعليم برنامج جوجل سكتش أب. أحيانا كتير بنحتاج إن احنا ننزل موديل جاهزة داخل برنامج جوجل سكتش أب، مش بيبقى في وقت إن احنا نصمم موديل زي الأبواب والشبابيك أو الكراسي وهكذا، فبنحتاج حاجة سريعة نجيب منها الموديل اللي احنا عايزينه بحيث نستخدمه في البروجيكت بتاعنا في أسرع وقت. في الفيديو ده انا هعلمك كيفية تحميل بلوكات داخل برنامج جوجل سكتش اب من داخل البرنامج نفسه. تابع معايا الشرح. اول حاجة هتفتح برنامج جوجل سكتش اب، هتلاقي في الشريط اللي في الاعلى مجموعة من الايقونات، هتلاقي في ايقونة زرقاء لو وقفت عليها هتلاقي مكتوب عليها 3D Warehouse، هتضغط عليها بهذا الشكل هيتفتح لك البرنامج بهذه الكيفية. اول حاجة هتعملها لو اول مرة انت داخل على الموقع انك هتعمل تسجيل دخول. انا حاليا مسجل دخول، حضرتك ممكن تحتاج انك تعمل تسجيل دخول. هيتفتح لك الموقع بهذا الشكل، هتلاقيه عبارة عن مجموعة من الكاتيجوري، اول كاتيجوري بهذا الشكل متقسمة مجموعات معمارية، مجموعات فرنتشر، مجموعات أبواب، مجموعات شبابيك وهكذا. دي أول حاجة. تاني حاجة لو تصفحت داخل البرنامج كده هتلاقي بيعرض لك أحدث مودلز موجودة في البرنامج أو المودلز اللي انت استخدمتها في آخر أيام دخولك في الموقع، وهتلاقي يعرض لك مجموعة من المودلز اللي ناس زي حضرتك عملتها قبل كده وحملتها داخل الموقع بهذا الشكل. اي شباك منهم او باب وليكن ده عجبني اقف عليه او اختاره بهذا الشكل، هيتفتح لي في هذه النافذه هلاقي في حاجه اسمها 3D موديل، لو ضغطت عليها هيحمل شويه وده هيمكنني من ان انا اقدر اعمل اوربت حوالين الموديل واتفرج عليه قبل ما اخد قرار ان انا انزله داخل البرنامج. وكمان هتلاقي في اقتراحات من نفس النوعيه ظهرالك في الاسفل، وكمان هتلاقي فيه معلومات عن الموديل بتاعك وليكن الماتيريال بتاعته قد ايه، البولوجون بتاعته قد ايه، كام ليرز فيه وهكذا. تقدر تعمل اوربت حواليه هذا الشباك براحتك. عجبني بروح بكل سهولة في حاجة اسمها داونلود، لو ضغطت عليها هيتفتح لك هذا المربع بيسألك عايز الموديل بتاعك ده ينزل مباشرة داخل البرنامج ولا لا. هقول له يس. اول ما بضغط يس وبروح للبرنامج بلاقي الموديل بتاعي نزل مباشرة بهذا الشكل، اصبح معايا الشباك بتاعي بهذه الطريقة. الطريقة التانية انك بتضغط مرة اخرى على الموقع عشان ترجع له، انك مش بتختار من الشاشة اللي كانت قدام حضرتك، لا انت بتروح للشاشة الرئيسية الموقع الرئيسي ومن هنا بتختار الكاتيجوري اللي انت بتدور عليه، وليكن انا عايز فرنتشر، وابتدي بعد ما بختار فرنتشر الموقع بيحمل الاول معايا. طبعا برضو بيعرض لي مجموعة من الفرنتشر احدث موجودة في الموقع بهذا الشكل. ممكن انا هنا اكتب له عايز دور واضغط له انتر بهذا الشكل، برضو الموقع هيحمل شوية. بعد كده ببتدي اضغط على التاب، في تاب اسمه مودلز بهذا الشكل، ببتدي اضغط عليه بهذه الطريقة بيعرض لي برضو مجموعة من الابواب اللي موجودة داخل الموقع بتاعنا، وليكن عجبتني مجموعة من هذه الابواب برضو بختارها بضغط عليها عشان تتفتح لي في نافذة لوحدها. برضو البرنامج او الموقع بيديني معلومات عن هذه الابواب الماتيريال بتاعتها والبولوجون وهكذا. تقدر انك تعمل داونلود مباشرة او تقول له سي مور ديتيلز عشان يديك تفاصيل اكتر عن الموديل دي. برضو تقدر تشوفها في الـ3D من داخل الموقع قبل ما تحملها، او يعني تضغط عليها كده عشان تشوفها في الـ3D الاول قبل ما تاخد قرار انك تحملها داخل برنامج سكتش اب. تقدر طبعا تشوفها تلف حواليها، تشوفها
تتفرج عليها الاول براحتك خالص، جاست ان هي عجبتك تقدر بعد كده انك تقول له داونلود. هيسألك نفس السؤال، عايز تحملها داخل البروجكت مباشرة؟ قول له يس. هيبتدي يحمل شوية كده ويفتح لك البرنامج بتاع سكتش اب، وتنزل مباشرة داخل البرنامج بهذه الطريقة. طبعا شوية موديل حلوين جدا تقدر تستخدمهم في الأبواب بتاعة الغرف بتاعتك بمنتهى البساطة. يبقى دي كانت الطريقة اللي تقدر تحمل بيها بلوك عن طريق الموقع داخل برنامج جوجل سكتش اب بكل سهولة لو ما عندكش وقت انك تصمم. نصيحة، ده لا يمنع انك تتعلم ازاي تعمل موديل خاصة بيك، انك تعرف ازاي تجيب حاجة جاهزة وازاي تصمم موديل من البداية. الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون الفيديو مفيد لحضرتك، يا رب يكون الفيديو قدم الإضافة لحضرتك. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى. لا تنسوا الإعجاب بالفيديوهات، لا تنسوا مشاركة الفيديوهات لأصدقائكم، لا تنسى الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.